طيب اطلع يلا 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 يا بنتي. مين؟ أم عزمي. أم عزمي خير؟ ابو النور خير خير. شو بدك من عمي ابو النور؟ ابنه الصغير. لك انا منن لك بكري وعي بالمدرسه وشق راسه وولاد امي عم تكفوت منه كفت. امسك هنا امسك، راح شوف ابو النور بالساحه. وانت فتوح روح على بيت عمي ابو النور شوفه زهنيك وخبره. يلا مشي الحارك. لكن هذا محل رزق، شوي تاني رح يروح قتلة. جنودنا نفذ صبرهم وما عاد فينا نطول بالنا على المجرمين. قلنا لكم نحن ما دخلنا، امسكوهم يا اخي امسكوهم وحاكموهم. شوف يا ابو النور، اذا ما بتساعدونا بمسك المجرمين انا بحذركم انه رح نتخذ اجراءات صارمه ضدكم. واتفقنا يا جناب الكابتن؟ ما في اتفاق. اذا ما بتساعدونا بمسك المجرمين ما في اتفاق. بوس راسك لا تخلي الدم ينزل
لا تخليني زي ها. وصلنا على الخستة خالي، وصلنا ليكنا ها. ليكنا ها. من هون. شد حالك يا بطل، شد حالك. وصلنا ها، وصلنا. خير شوفي. الله يخليكي، شوفي لنا شو صاير معك. طيب يلا رح اشوف الدكتورة. من شاء الله بسرعة. هنائي، أبي وأمي عرفوا باللي صار مع بكري؟ أبوكي ما عرفنا وينه، وحتى فتوح راح دق عليكم الباب ما حدا فتح له. شلون يعني ما حدا فتح له؟ أمي بالبيت؟ هنائي، من شاء الله روح شوف لي ليش أمي ما فتحت، غلي قلبي. وبكري مين بدي ارجعه على البيت؟ أنت لا تاكل هم، روح وأنا بتصرف. أمرك، سلامتك حبيبي، سلامتك إن شاء الله ألف سلامة. تقبر عيني، لا تخاف يا عمي، لا تخاف. لا تخاف تقبرني، لا تخاف، ليك حتجي الدكتورة. خير؟ شريدك حبيبي؟ شريدك؟ أوف، جرح كبير وغميق. اطمني، الدكتور عصمة الخوخة هو اللي رح يداوي الطفل، اطمني. تصرف دكتور. فوراً. أرجيني حبيبي إيه إيدا؟ إيه لا لا ما فيها شيء، لا تخاف، بطل أنت بطل. ها؟ شو اسمك أنت يا وضاي؟ بكري. بكري عاشت الأسامي. لا قصة بسيطة هي، لا تخاف، ريح إيدك هي، ريح ريح، برافو عليك. بكري يا بكري. شو قلت لي اسمك حبيبي؟ بكري. بكري عاشت الأسامي يا بطل، لا تخاف ما في شيء، قصة بسيطة كثير كثير. بطل يا بكري بطل. تتوجع؟ يلا هانت هانت ها. على مهلك عمي، على غير ان شاء الله خير. على مهلك يلا خير ان شاء الله. بسيطة بسيطة، بس طول بالك. هلا يا عبد الكريم، بالحرم ومعمور. استنى طمنا يا مجهول، طمنا. الله لا يوفر على الصباح. صباح ملتوسن. شو صاير مع حرمتي؟ شو صاير مع ام النور؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو النور. في حرميه معتدين على بيتك. ومين هالابن الكلب اللي اعتدى على بيتي؟ ما عاد ايوه معافى يا بطل. شكرا كثير دكتور. ولو على شو، هذا واجبي، بعدين انا لسه ما صرت دكتور. بس هلا الدكتوره قالت لك دكتور. بس انا لسه ما تخرجت. على فكره انا بعرفك. اوف، من وين؟ بصراحه يعني كنت خايفه اقول لك مين انا تقوم ما تهتم باخي. لا الله يسامحك، هذا الحكي ما حبيته منك بنوب. يعني انا اذا بيجي قاتل ابي وبعرف انه هو اللي قاتل ابي بأسعفه وبدير بالي عليه. مين انت؟ سامحني اذا ضايقتك بكلامي، انا بنت الزعيم ابو النور. ايه اهلا وسهلا فيك. بكل الاحوال لازم تجيبي اخوك اللي عندي بعد اسبوع مشان اطمن عليه. ان شاء الله. يلا حبيبي. يلا يا بطل يلا. سلم ايديك. الله يسلمك. كله خير كله خير ان شاء الله ان شاء الله. هاي طلع ابو النور. ها خير عمي ابو النور، ان شاء الله ما في عزك. خير 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 ان شاء الله. بدي كل رجال ونسوان الحاره يجتمعوا هلا بالساحه. طب هلا شو القصه؟ ما عندي كلام ثاني، تفضلوا. يلا مثل ما بدك يا اهل الحاره، يا اهل الحاره.